النحل. من أوجه الإعجاز العلمي العظيم في سورة النحل قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سورة كاملة باسم سورة النحل، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا إلى عظمة هذا المخلوق الصغير الذي تتجلى فيه قدرة الله تعالى. أظهرت الدراسات تقسيمات أصناف النحل وحددت مهمة كل صنف منها، فهناك صنف مهمته جمع رحيق الأزهار وإيداعه في مستودعاته من الخلية، وصنف يعمل داخل الخلية لبناء بيوت سداسية الشكل، وهناك صنف من النحل يجهز للملكة طعاما خاصا، ومهمة الملكة هي الإنجاب فقط، إذ بعد أن تضع بيوضها تموت لتختار ملكة جديدة من بين الجيل القادم، وتقتل كل الأصناف الشبيهة بالملكة المختارة حتى لا تنازع الملكة سلطتها. وهناك على باب الخلية حرس يفتشون العاملات بدقة متناهية، فالتي تقع على نجاسة أو شيء خبيث الرائحة يكون جزاؤها القتل أو الطرد والمنع من دخول الخلية. فمملكة النحل تتكون من الإناث والعاملات والأنثى الملكة والذكور. ذهب العلماء إلى دراسة العسل وتوصلوا إلى نتائج باهرة تميط اللثام عن معجزة الكتاب الخالد. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، حيث وجدوا أن الجلوكوز الموجود في العسل نسبته أكثر من أي غذاء آخر، وهو سلاح الطبيب في أغلب الأمراض، واستعماله في ازدياد مستمر بتقدم الطب، ويعطى بصفته مقويا ومغذيا ومضادا للتسمم الناشئ عن مواد خارجية مثل الزرنيخ والزئبق والذهب، وضد التسمم الناشئ من أمراض الكبد والاضطرابات المعدية والمعوية، وضد التسمم في الحمى مثل التيفوئيد والالتهاب السحائي المخي وفي حالات ضعف القلب وحالات الذبحة الصدرية، وبطريقة خاصة في الارتشاحات العمومية الناشئة من التهابات الكلى الحادة وفي احتقان المخ وفي الأورام المخية. وحالياً في أمريكا وإنجلترا هناك مناحل لا أغراض لها إلا تربية النحل لاستخراج مصلح، وعملت منها علاجات لكثير من الأمراض مما يخرج من بطون النحل من عسل وسم. وقد استعمل العسل ولا يزال علاجاً عالمياً للزكام بإضافته إلى بعض السوائل، فبعض الأطباء ينصحون بالعسل مع اللبن الدافئ، وآخرون ينصحون باستعمال العسل الممزوج بعصير الليمون. ويتفق الأطباء الأمريكيون والروس على أن العسل أفضل علاج للمصابين بقراح المعدة والاثني عشر، على أن يؤخذ قبل وجبات الطعام بساعة أو أكثر، وأفضل الأوقات هو قبل الإفطار، وهناك مزايا لشربه بعد مزجه في كوب ماء دافئ. وقد وصف بعض الأطباء الروس والصينيين العسل لعلاج أمراض الجلد والخراريج والدمامل، ووجدوا أن مرض السرطان غير معروف بين النحالين في الغالب، وهذا يرجع إما إلى العسل الذي يتناوله النحالون باستمرار أو نتيجة الغذاء الملكي أو حبوب اللقاح الموجودة في العسل، أو أنها نتيجة لسم النحل الناتج من اللسع. وقد أثبتت التجارب أنه إذا أخذ مرضى السكر العسل تحت إشراف الطبيب تنخفض نسبة السكر في دمائهم وتعود إلى الحالة الطبيعية. ولعل القارئ يدرك أن إناث النحل العاملات هي التي تقوم بكافة النشاطات من دون الفئتين الأخريين، ولذلك تلاحظ هنا المعجزة القرآنية الأخرى في العلم وفي دقة التعبير.
وهي أن الآيتين في سورة النحل تخاطب إناث النحل وليس ذكورها الذين يقع على عاتقهما التلقيح فقط، ومن ثم الموت والاندثار. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. في الآية الكريمة إشارة إلى مساكن النحل وأنواعها المختلفة، فهناك فصائل برية من النحل تسكن الجبال، ومنها سلالات تتخذ من الأشجار سكنا وتتخذ منها بيوتا تأوي إليها. ولقد تبين لعلماء الحشرات أن النحل يقوم بهذا السلوك بشكل فطري، أي ليس نتيجة لمعارف مكتسبة، وهذا مصداق لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل. فالإيحاء هو الإعلام بخفاء، وهذا لا يتم إلا من خالقها الله سبحانه وتعالى. ومن آياته إلهام الخالق سبحانه وتعالى للنحل اتخاذها من الشكل السداسي أساساً لبناء مسكنها من مادة الشمع التي تنتجها. ونجد أن النحلة حينما تملأ العين السداسية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من الشمع الخالص حتى لا يمتص العسل رطوبة أو أي روائح، بحيث يسمح بمرور الهواء والأكسجين إلى تلك الأخباء الموجودة داخل العين المقفلة. ومما يثير الدهشة أيضاً أن النحل عند بنائه الأقراص فإنه يترك بينها مسافة بمقدار 16.5 بوصة، يطلق عليها المسافة النحلية، ولا يختلف أي نوع من أنواع العسل في ذلك. فمن ذا الذي علم النحل أصول هذا الفن من الهندسة والعمارة؟ تطير النحل لارتشاف رحيق الأزهار، فتبتعد عن خليتها آلاف الأمتار، ثم ترجع إليها ثانية من دون أن تخطئها وتدخل خلية أخرى غيرها، وذلك من خلال ما حباها الله سبحانه وتعالى من حواس متطورة. ففي رحلة العودة تهتدي النحلة إلى مسكنها بحاستي النظر والشم معا، أما حاسة الشم فتتعرف على الرائحة الخاصة المميزة للخلية، وأما حاسة الإبصار فتساعد على تذكر معالم رحلة الاستكشاف، إذ يلاحظ أن النحلة عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف أو تحلق أمامه فترة، وكأنها تتفحصه وتتمعنه حتى ينطبع في ذاكرتها، ثم بعد ذلك تطير من حوله في دوائر تأخذ في الاتساع شيئا فشيئا، فتقوم بذلك بحفظ مكان البيت حتى يتسنى لها العودة إليه بسهولة. وهذا مصداق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم فاسلكي سبل ربك ذللا. وعاملات النحل تمر على ما بين 500 إلى 1500 زهرة شجر مثمر قبل أن يمتلئ جيب العسل في جوفها، وهذه الحقيقة العلمية تتطابق تماماً مع ما أوحى لها تعالى في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات. أعزائنا المتابعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الجولة الممتعة والمثيرة حول ذلك المخلوق الخارق بما حباه الله سبحانه وتعالى من ميزات فضلته على كثير من الحشرات. فسبحان من خلق فصور فأبدع. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.